فيه عوس مقوعة ثعلب يعني، طاحت فوق ذيله حصاه وتشوه ذيله، فاضطر انه يقطع ذيله. جاء ثعلب ثاني وشافه قال سلامات اشوفك قاص ذيلك شكلك يضحك. قال له مالك انت؟ قول له انا تو احس بمتعه ما طبيعيه، شعور جميل واحس اني طاير في الهواء. قال له حقيقي؟ قال له هي قرب. قال زين. راح الثعلب البغام الثاني وقطع ذيله وحس بألم شديد. كيف تكذب علي تقول انه ما يعور؟ احس بألم شديد، ليه تكذب علي؟ قال له اسمعني، اذا شافوك الثعالب الثانية وذيلك مقطع وانت تقول لهم انك تحس بألم شديد بيطمس خروبك ويبيعوك ويطيحوا بك طيحة، فانت قول لهم انك تحس بشعور جميل وشوف وش بيسويوا. فصاروا كل ما يسألهم ثعلب يقنعوه بأنه الشعور جدا جميل وممتع، فصار ثعلب ورا ثعلب ورا ثعلب ورا ثعلب لحد ما صارت أغلب الثعالب بلا ذيول، لدرجة أنهم صاروا يتمسخروا بأي ثعلب طبيعي وفي ذيل. شكلك فيك ذيل يضحك. العبرة من القصة أنه إذا عم الفساد يعير الصالحون بصلاحهم ويتخذهم السفهاء سخرية. في مقولة: سيأتي على الناس زمان يعير المؤمن بإيمانه كما يعير الفاجر بفجوره. وصلت القصة ولا مو؟ سميوها عوس ولا مقوعة ولا ثعلب؟